أوجدنا بالي من اعزف دوت كوم، وبهذا الفيديو رح نتعلم واحدة من أغاني وديع الصافي اللي اسمها طلوا حبابنا. هلا الأغنية على مقام النهواند، وبهذا الفيديو رح ناخدها من درجة الري. في البداية نستعرض مقام النهواند على درجة الري، واللي هو رح يكون بهذا الشكل. صورة أبطأ، ري مي فا سول لا سي بيمول دو ري، وبنرجع. تمام، نبدأ بالأغنية بهذا الشكل. نعيدها بصورة أبطأ. سولفيج ناخده على جزئين، الجزء الأول راح يكون لا ري لا ري لا سول لا سول فا، والجزء الثاني راح يكون فا فا سول فا سول لا سول فا فا مي ري. نرجع نعيد المقدمة الموسيقية للأغنية بالإضافة لبداية الأغنية، واللي هي إعادة للمقدمة الموسيقية، فراح تكون كالتالي. تابع. نعيده بصورة أبطأ. والسولفيج راح يكون مي فا سول 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 فا سول لا فا مي فا سول 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 فا سول لا فا. منتابع. والسولفيج راح يكون فا سول لا لا سول لا سول فا، والسولفيج للجزء اللي بعده راح يكون فا 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 سول لا سول فا فا مي ري. لما ننتقل على الجزء اللي بعده بنلاحظ انه بهذا الجزء راح تكون سي نص بمول، وهذا الجزء بنعزف كالتالي. نعيده بصورة أبطأ. والسولفيج راح يكون ري دو دو سي سي لا 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 سي دو ري ري دو ري دو سي سي لا 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 لا، وهذا الجزء نفسه برجع بنعاد، راح يكون كالتالي مع الإعادة. هل منتابع الجزء اللي بعديه؟ نعيده بصورة أبطأ. والسولفيج راح يكون لا لا سول لا سول فا سول فا لا 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 سول سول فا فا فا، وآخر جزء راح يكون هاي اللي عند بداية البريما، وراح تكون لا لا سول سول فا فا لا 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 سول فا لا سول فا مي ري. البريما راح ترجع تاخذنا لعند بار رقم 6، وبالتالي راح يكون كالتالي.
ناخدها من آخر جملة. هلا إذا بدنا ناخد نهاية الأغنية راح تكون كالتالي. وبهيك بنكون تعلمنا أغنية طلح بابنا على مقام إنها وند، واللي بهذا الفيديو أخذناها من درجة الري.